بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن ذلك مبني على حركة إسلامية عامة تتوقف على أسس: الأول التوعية، والثاني التنظيم، الثالث أصول الحركة العامة التي يجب مراعاتها، والرابع السلم. وهذه الأيام نتكلم حول حلقات مرتبطة بالسلم، والحلقة في هذا اليوم حول أن السلم ينتج نتائج محبوبة، وإن كان السلم في أول الأمر مشكلة، لأن السلم يحتاج إلى ضبط أعصاب، ويحتاج إلى عفو وإغماض، ويحتاج إلى مقدرة نفسية توجب أن يعمل الإنسان حسب الحجم وحسب بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الصفة التي هي أحسن ليست شأن كل إنسان، وإنما شأن الذين هم في غاية الحظ وفي غاية الصبر، خصوصا إذا كان الموقف مشكلة. من هذا الجانب الإنسان يحب الانتقام باللسان واليد والقلم وغير ذلك، ومن ذلك الجانب الإنسان يجب أن ينظر إلى الهدف، وأن الانتقام يسبب فوت الهدف. ليس كلامنا نحن الآن في الانتقام وعدم الانتقام، وإنما في السلم العام، ومن مصادق السلم الانتقام وعدم الانتقام. ولذا نرى نحن أن الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام والمصلحين كانوا يجنحون للسلام لا قبل قدرتهم، وحتى بعد قدرتهم، وحتى أنهم في ذروة القدرة. ففي الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب على الوحشي غضبا شديدا، فقد كان هذا الرجل هو سبب قتل حمزة، والذي سمي ولقب بسيد الشهداء. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد بسبب حمزة ركنا قويا من أركانه. حمزة وعلي وجعفر، هؤلاء كانوا في الرعيل الأول من أركان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمساعدين له في حروبه وغزواته وغيرها.
وكانوا موضع فخر واعتزاز للمسلمين. ولذا هند زوجة أبي سفيان قالت لوحشي أنك إن قتلت محمدا أو عليا أو حمزة صلوات الله عليهم أجمعين أعطيتك كذا وكذا. فقال وحشي أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا أقدر عليه لأن أصحابه يحتفون به، وأما عليا فلا أتمكن منه لأنه إذا دخل الميدان ملتفت إلى نفسه لا يغيب عنه لا أمامه ولا يمينه ولا يساره ولا خلفه. نعم أني أتمكن على حمزة، حيث إن حمزة إذا دخل الميدان ذهل عن نفسه ودخل غمار الحرب، فأنتهز منه غرة وفرصة وأهجم عليه بقذف الحراب التي أنا متعلمها في الحبشة. وهكذا قتل حمزة تلك القتلة الفظيعة، ثم مثلت بحمزة تلك الأمثلة الفظيعة، واشتد غضب رسول الله في قصة مشهورة في التواريخ، وحتى أنه أمر النساء بالبكاء على حمزة. ولما رجع إلى المدينة المنورة ورأى نساء باكيات قال صلى الله عليه وآله وسلم أما عمي حمزة فلا بواكي له. فأخذنا النساء يبكين على حمزة بصوت عال ليفرح رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. الرسول كان قد غضب على الوحش غضبا بالغا، لكن جاء إنسان إلى رسول الله بعد مدة وقال يا رسول الله إن تعفو عن وحشي فإنه يريد الإسلام وإن شاء الله يحسن إسلامه. فقال رسول الله قد عفوت عنه، وبالفعل عفى رسول الله عن وحشي. وكان بعد ذلك يقول إني يجب أن أنتصر للإسلام كما كنت أنتصر للكفار على الإسلام. واشترك في حروب وكان فاتحا، وفي قصة يمامة اشترك وحشي وفتح فتحا كبيرا وعفى عنه رسول الله، وخدم الإسلام بعد إسلامه بمثل ما كان يخدم الكفر قبل إسلامه. وهكذا نشاهد أن العاقبة المحمودة كان في عفو رسول الله وإغماضه وقبوله إسلام وحشي. ومن قبيل ذلك عفو رسول الله عن هبار، وهذا الرجل كان من أجلاف أهل مكة والذين هم يسببون المشاكل للمسلمين، وقد سبب قتل بنت رسول الله زينب عليها الصلاة والسلام، وكانت امرأة وضيئة عفيفة زاهدة تشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلقها وفي خلقها، وتشبه السيدة العظيمة أمها خديجة الكبرى عليها الصلاة والسلام، وكانت حاملة. فسبب هبار سقوطها من المحمل فأسقطت جنينها بسبب ذلك،
ثم لم تزل مريضة حتى ماتت لهذا السبب. واغتم لذلك رسول الله غما كبيرا وأحذر دم هبار لما فتح مكة عفى عن الكل، لكنه قال اقتلوا هبار ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه كما ذكرنا كان رجلا غليظا شديدا جلفا جافا، وسبب هذا القتل قتل الجنين وقتل الأم. ففر هبار من مكة إلى بعض الجبال، جاء إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إنك عفوت عن الجميع فاعف عن هبار أيضا فإنك عفو كريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد عفوت عنه، وسجل التاريخ لرسول الله هذه المفخرة والمكرمة بقلم من نور، وعلى طول التاريخ يذكر كيف كان حلم رسول الله والصبر رسول الله وعظمة رسول الله وتعقل رسول الله وعقله وحزمه. وحقيقة مثل هذه المكرمات يجب أن تسجل كمعاجز نفسية وكسموات لا تشبهها سموات. الإنسان يكون كريما وكفئا ومرتفع النفس إلى هذا الحد حتى يعفو عن قاتل ابن عمه حمزة أو عمه حمزة، ويعفو عن قاتل بنته وحفيده زينب وجنين زينب. ولذا نرى أن الإسلام أخذ في الاضطراب، لأن الناس قالوا ما هذا الإسلام العظيم، وحبذا أن يؤمن الإنسان بهذا الإسلام الذي يتمكن أن ينضوي تحت لوائه بكل خير وسلام. الحركة الإسلامية العالمية يجب أن تصبر بصبغة العفو والسلم والسلام والمسالمة، لا عن الأصدقاء فحسب والأقرباء فحسب، بل عن الغرباء، عن البعداء، عن الأعداء. مهما وجد الإنسان السبيل إلى ذلك. وكذلك نشاهد في قصة المصلحين العظام أمثال هذه القصة، ولو أنها دونها بمراتب. فأحد أمراء المسلمين وقعت حرب أهلية وسيطر على المنطقة وصف المتمردين، فأخذوا ضباطه وجلاوزته جماعة من الضباط الذين كانوا يعدون من مجرم الحرب، وحكمت المحكمة عليهم بالقتل. ولما كان من الضروري توقيع الرئيس الأعلى للدولة وهو الأمير، قدمت الورقة، ورقة الإعدام، إلى الأمير ليوقع عليها فيذهبون بأولئك الضباط ومجرم الحرب إلى المشنقة وإلى الإعدام على الاصطلاح المتعارف. ولما أخذ الرئيس الأعلى الأمير الصبور الوفي الحليم العاقل الورقة، قذف بالورقة إلى الأرض وقال إن وجود هؤلاء الشباب من الضباط فوق الأرض أحياء
خيرا من وجودهم تحت الأرض أموات ومقتولين، قد عفوت عنهم وأطلقوا سراحهم. فتعجب الذين هم قدموا الورقة إليه، لكنهم كانوا مضطرين إلى تطبيق أوامره، وهكذا ذهبوا وأطلقوا سراح أولئك الضباط. وبالفعل صار أولئك الضباط من أخلص الضباط الذين خدموا الإسلام وخدموا وطنهم بعد ذلك تكفيرا لسيئاتهم السابقة. وقال الرئيس: أرأيتم كيف كان الحلم والصبر والعفو والسلام؟ إذا كنا أمرنا بقتل هؤلاء، من كان يقود هذا الجيش الذي يقودونه هؤلاء الآن؟ ومن كان ينتصر من أعدائنا حين اصطدموا بنا؟ وهكذا، فالواجب أن يكون شعار الحركة السلام. السلام قولا، السلام فعلا، السلام كتابة، مهما وجدت الحركة سبيلا إلى ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع أوامره والاقتداء بنبيه وآله الكرام المصلحين العظام، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.